ايه قصة المدير فني ولا مدير كورة، ولا انت فعلا ما مش حابب تبقى يعني تاخد لا، فكرة التدريب او اتعرض زي ما عليا نواحي فنية، وانا يمكن بعد ما بطلت كنت واخد يعني خدت ريس يعني زي الناحية فترة الإدارية أكتر؟ استراحة اه سنة استراحة، كده، اوكي. وبعد كده انا واخد الجانب الاداري، اشتغلت كمدير كورة في النادي الاولمبي في الفيرست تيم، وده انا شايف نفسي في المكان ده ان انا اقدر لكن انا اتعرض عليا فنيا السنة اللي فاتت ان انا موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي مع كابتن فتحي مبروك، والسنه اللي هي مشيت بعد ما مشيت من النادي الاولمبي كنت ماسك مدير كوره، اتعرض عليا فيرست تيم لاكتر من فريق يعني بدون ذكر اسماء ان انا امسك مدير فني، لكن انا ماجل الحته الفنيه شويه، لكن الحمد لله دلوقتي عندي العمل الخاص بتاعي كنادي رياضي يعني، ايوه فانا واخد السكه دي. كان زي ما اينو كان بيقول طبعا ده شرف ليا ان انا ابقى موجود داخل النادي الاهلي وداخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لكن انا واخد الجانب الاداري بشكل كبير يعني. بالتوفيق. انا اهم حاجه الواحد يبقى حابب اللي هو بيعمله عشان يكون ناجح فيه، ما هو ده وما دمت انت حابب ده ومرتاح ان شاء الله نتمنى لك النجاح والتوفيق.